حسنة لله يا أبو حسين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. المال مال الله يا غافل، مال الله، المال ماله والرزق رزقه. زكي عن أموالك يا حبيبي، طهر قلبك يا روحي، الصدقة بتغسل الأسام وبتطهر القلب. الله يجبرك. حسنة لله يا مدام، حن علي، الله يحن عليكي. وريضة تقرب الشحادين، العمى صاروا مثل الهم على القلب. عمى حاسدتيني على هالشغلة، الله لا يحيجك مثل ما حاجني. وليش محتاج للناس بقى؟ ما تقوم تشتغل؟ يعني إذا بتميل على الحيط بتهده. الله يسامحك يا مدام، عم تحسديني على صحتي. لك أخي أنا لا عم بحسدك ولا شيء، بس أنا كل يوم بقعد هون وبشوفك قاعد نفس هالقعدة، وما شاء الله حولك لا مريض ولا مسلول ولا معلول، وانت بتقدر تشتغل. بقى ليش لحتى تحتاج الناس لاقي لك شي شغلة أحسن من هالقعدة على الرصيف؟ وليش متضايقة من قعدتي؟ بشو عم ازعجك أنا لك عمي؟ لك أخي أنا مالي مزعوجة منك، بس يعني عدم المؤاخذة، يعني والله منظرك مانو حلو، قاعد على الرصيف هيك مثل قفة الهم. بدك ياني اشتغل؟ ايه ليش لا؟ يعني ليش ما تشتغل؟ قوم اتحرك، بالحركة بركة، لاقي لك شي شغلة شي عملة. انت ما في عندك شي مصلحة شي صنعة؟ لا والله ما عندي. الله يصلحك يا اخي، يعني هيك انت عم توقف بوش مستقبلك. طيب ليش بدي اشتغل؟ شو يلي بيجبرني على الشغل انا؟ اسمعوا على السمعة شو اللي بيجبرك؟ يعني بتكسب قوتك وقوت ولادك لك اخي. طيب اذا قلت لك انا مالي متجوز وما عندي اولاد؟ عال كثير عال هذا الحكي. بتشتغل بتكسب لك قرشين، بتضيف لك شي عمل ثاني، بصير معك اكثر واكثر، بتربح فلوس. طيب على فرض لقيت شغل واشتغلت، ايه شو عليه؟ بهالحاله رح تكسب منيح. يا ستي وكسبنا منيح وبعدين؟ يا علينا لسه بيقلي وبعدين. الإنسان لما بيجي مصاري وبصير عنده مورد بيكمكر عليه وبيصمده، بصير عنده خميرة. ايه صار عندنا خميرة وبعدين؟ ساعتها لك أخي بتدور على بنت الحلال وبتتجوزها، لأنه ما شاء الله حولك يعني عمرك مانو صغير. خاف يفوتك قطار الجواز. قطار الجواز؟ ايه في أحلى من إنه الواحد يفتح صفحة جديدة بحياته. طيب وفتحنا صفحة جديدة وبعدين؟ ولا قبله، ساعتها تتشجع تلاقي لك شي بيت منمنم ململم بضبك انت ومرتك. لقينا بيت وضبني انا ومرتي وبعدين؟ يا علينا، بصير عندكم صبيان وبنات مثل الخلق والعالم. وصار عنا صبيان وبنات وبعدين؟ اللهم جيبك يا طولة البال. لك اخي بصير المصاري عم تلعب بين ايديك لعب، يعني بيجوز رب العالمين يمدك بالرزق والبركة. شايف البناية هاي؟ بيجوز الله يرزقك مثلها، ما بتعرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا خانم ليش عم تصعبي علي؟ انت مين قالك انه انا مالي مرتاح؟ انا مرتاح كتير. شلون يعني؟ يعني انا عايش مرتاح على الآخر، متجوز وعندي 4 أولاد وأمهم. وشغلي هاد يلي مو عاجبك ما غيرته من 20 سنة، وطامرني بالرزق طمر، ومرتي وولادي بيشتغلوا مثلي، ابني الكبير عصام مستلم كفرسوسي، وبنتي الوسطانية مستلمة الميدان التحتاني، والصغير الله يسلمه شغال غرب المالكي، ومرتي مستلمة شي 3-4 جوامع على كيفك. هلا بنتي الصغيرة الدلوعة ما حبيت تشتغل، يعني عم تدرس بالجامعة. ايه خطيبها الدكتور عم يتخصص باسبانيا، هلا ذاك الدكتور انا عم ساعده بالمصروف. شايفه هي البنايه اللي اشرتي لي عليها؟ هي ملكي، الملك لله طبعا، بس ماجرها كلها. انا دخلي بالشهر انا والعيله فوق ال 200,000 ليره، هي خاليه من الضرائب. ما حدا بيقول لي محلى الكحل بعينك. وانت يا خانو طمنيني،
ان شاء الله بعيشتك مرتاحه، ولا احجز لك محل بجنبي وفصل لك طراحه. عن اذنك بس لرد على الموبايل. هي بنتي. الو اهلين بابا. لا ما بدي شيء، بس الله يرضى عليكي اعطي اخوكي 21000 ليره. إيه بدي اشتري موبايل جديد انا وعدته فيه. لا المساء انا بعطيك اياهم حبيبتي. حبيبه قلبي. ايه ايه شكرا. باي باي بابا. باي باي. ما والله يا ابو حسين، حسنة صغيرة بتدفع بلاوي كبيرة. حسنة بعشر امثالها يوم الدين. اللهم ابعد عنا الفضوليين والحشريين. حسنة صغيرة تدفع بلاوي كبيرة. حسنة لله يا ابو حسين، زكى عن اموالك يا اخي. ليك يا مايا، اذا بدك تفوجي وتجني مثل العاده ما رح افتح تمي بولا كلمه، لاني بصراحه ماني قد لسانك وماني حابه اتخانق معك بنو. ليش حتى تتخانقي معي حياتي؟ شو شايفتيني قدامي؟ ضبعة ولا غولة بدي اكلك؟ عدم مؤاخذة هذا الكلام اسمه علاكم صدي. لك حبيبتي مو هيك القصة يعني، بس انت اوام بتضوجي وبتجني وبتعصبي، ما بتقبلي اي نقد من حدا، بتحبي تنقدي الكل وما بتقبلي اي نقد. مين لك الحكي ست ربخانوم؟ ولو يا مايا ولو، يعني نحن الاثنين اخوات حبيبتي، يعني خلي اعرف طباعك واخلاقك شو هي، صح ولا لا؟ إيه لا ستي ما حذرتي، اصلا انت ما بتعرفي شيء عن طباعي، ولا بتعرفي شو انا بفكر، ولا بتعرفي وين الله حاطك. اساسا بكون عم بحكي مزح بتفكريني عم بحكي جد، بكون عم بحكي جد الجد بتفكريني عم بحكي مزح. ايه بس انا ماني عم بحكي عن كلامك. لكن عشو عم تحكي حبيبتي؟ انا عم بحكي عن تصرفاتك. تصرفاتك؟ تصرفاتي؟ شو بها تصرفاتي؟ خلاص مايا خلاص، مشان الله حظي لاني بالحكي ما بدي احكي معك باي شيء. بعدين قومي نعمل قالب الجاتو قبل ما توصل امك. قومي لك هلا لاحقين على الجاتو لاحقين. شو بك يا رواء؟ ليش عم تطنشيني وتتهربي مني حياتي انت؟ شو بدك مايا؟ هاتي من الاخر شو بدك؟ هلا ماما الست الوالده يعني ليش مطنشتني؟ حاط علي اشاره اكس، لاغتني من قاموس حياتها، بتاخذ رايك الك بكل شرده وبكل وارده، بدي افهم ليش؟ مو صحيح مايا، امك ما بتعمل هيك بنوب. إلا ستي بتعمل وستين بتعمل كمان، بدي افهم شو السبب. ما بعرف، ما بعرف انا شو بيعرفني. يعني ربا شو ملاحظات علي؟ شو اللي مضايقه مني؟ يعني ليش بتثق فيكي اكثر ما بتثق فيني؟ ليش لاغيه وجودي بهذا البيت؟ المفروض انه انا رفيقتها، لانه انا الكبيره، انا العاقله، مو انت اللي اصغر مني. هلا انا بس بدي افهم شغله وحده، ليش عم تساليني لالي؟ هلا بس تجي اساليها. ما بدي اسالها، ما بدي اسالها، صرت سالتها مليون مره وكل مره بتجاوبني جواب شكل. يعني مو اذا انت متجوزه تكوني انت الراكزه، مو قاعده بنوب 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 هذا الحكي. شفتي؟ شفتي حبيبتي هي انت قلتيها، راكزه، يعني يمكن امك بتشوفني اركز منك، ما بعرف. ايوه لك يا ريتني ما سمعت هذا الحكي منك يا ريت. يعني قصدك انه انا طرطوعه انت الراكزه؟ لك لا ما هيك قصدي، انا ما حكيت هيك بنوب. يعني انا قصدي اقول لك انه والله ما بعرف شلون بدي اقول لك اياها. طيب ربا انت حبيبتي اختي الاموره، شو رايك فيني الي؟ يعني احكي لي هيك رايك بصراحه. يعني من انو ناحيه بالضبط؟ شو من انو ناحيه؟ من كل النواحي. بخاف اقول لك تقومي تزعلي. ستي ما بزعل ولا بنضرب على قلبي. انت احكي وانا ما بزعل منك بنوب بنوب بنوب، يلا احكي. يعني ما بعرف هيك بحسك بتتاخدي بكل شيء. شلون يعني بتتاخد بكل شيء؟ قصدك خفيفة؟ لا مو هيك، بس يعني بتتشهوني. بتشهون؟ يعني مثلا إذا شفتي رفيقة لإلك جايبة كندرة جديدة، دغري أوام بتروحي لعندها وبتسأليها من وين جايبتيها وقديش حقها وكم كندرة في بغزانتك وشو الألوان الموجودة عندك؟ يي علينا وعلى الساعة اللي حكينا لك فيها هي القصة. يا ستي خدي عندك انا مثلا ما بتطلع على غيري، لا شو لبس ولا شو ما لبس، لا شو اشترى لا شو ما اشترى.
لك مايا انا ما بحط عيني على غرض ما لقلي اصلا، عم تفهمي علي؟ لا انت جنيتي نظامي، جنيتي نظامي، طقت فيوزاتك يا عالم، طقت فيوزاتها لروبا ولا حدا دافشك عليه مشان تجنيني؟ لك لا شو حدا دافشني عليك، روي شوي. لا ما بدي روح، هذا حكي ما بينحكى بنوب بنوب بنوب. لك افهمي علي، ما بدي افهم ولا بدي اسمع. لا بدك تسمعيني. ما بدي اسمعك، شو الحكي اللي عم تحكي؟ لك اذا اختي 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 من دمي ولحمي عم تحكي هالحكي، لك لا حتى معلوم غريب. لك ما يا خلص شو صار لك، اسكتي شوي خليني كمل كلامي. اي طبعا كملي كلامك، طبعا كملي كلامك، حطيني بالملاية انت وامك وكبوني بشي سطل زباله مش عاد ترتاحي انت وياها. لك يا حبيبتي اذا بدك تضلي بهي الحاله بدي بطل احكي ولا كلمه. ها لا احكي حبيبتي احكي، بلكي منك بنستفيد. اصبح اسمعي ولا تضوجي. لك لسه بتقلي لا تضوجي، لك شو شايفتيني قدامك مجنونه ولا عفريت طالع من فانوس؟ شبكي شبكي احكي لشوف، بدي اسمعك. انا يا مايا بدون ما تزعليها يعني هيك بحس احيانا انه موضوع الكرامه ما بيعني لك بنوب. شو يعني؟ ليش سكتتي؟ ما تكملي. يعني شلون بدي اقول لك اياها، هيك بحسك هوجه. ايه لا مالي لا هوجه ولا عوجه، عم تفهمي؟ انا بحب اعيش حياتي طبيعيه بعفويه بدون ما افتعل بدون ما اخطط شو بدي اعمل، هيك الحياة لازم تنعاش، وهذا اللي ما عم تقدري تفهميه لا انت ولا امك. عم تفهمي شو عم حاكيكي؟ انا بحب اعيش حياة بسعادة بهنا بمرح. ايوه وانا هذا المرح اللي بخوفني منك. لا تقاطعيني ولا بكلمة، كمل حديثي للاخير بعدين قولي شو بدك تقولي، عم تفهمي؟ طب انا بس بدي افهم منك شغلة واحدة، ليش كل الدنيا اخذة عنك هاي الفكرة؟ ليش الكل بيقول عنك انك وحدة ملطوشة؟ ملطوشة؟ لك يعني يا ربي دخيلك، يعني هيك ما في عندك شي ما بيصير فلتانة يعني؟ ولك لا ما وصلت المواصيل لهون، شو عم تحكي انتي؟ بس قصدي يعني انك هيك ما بتبيني على حالك الركازة، مشان هيك العرسان عم تهرب منك. نعم يعني ما عم تعملي لحالك وزن، وزن فهمتي علي؟ ما عم تقلي حالك. دخيلك انتي شو عدنان وزان عساس انه انتي اللي عندك وزن؟ يعني مثلاً بتنسي موبايلك بالتاكسي وشنطايتك بالمول ونظاراتك عند رفيقتك، ومره اجيتي على البيت نسياني خاتمك على المغسله بالمطعم. ايه وغيره بتبربري مع البياعين وبتاخدي وبتعطي وبتضحكي مع ناس ما بتعرفيهم، وفوق هذا كلياته بتستعيري كنزات من عند رفقاتك، ويا ريت يا ريت بترجعيهم. شو كمان ست الحسن؟ وشو كمان؟ ايه وبتزعلي الناس منك على الطلعه والنازله، وبسبب وبلا سبب، يا اما بهوجنتك يا اما بمسخره عليهم، وهذا الشيء هو اللي بخلي الشباب ما يتجرؤوا يخطبوكي، فهمتي علي؟ بالله شو؟ قولي اختي صايعه، قوليها قوليها، لا تستحي قوليها بالقلم نشرح، قولي اختي صايعه. ولك يا مايا يا مايا انا ما عم اصلا الحق مو عليكي، الحق علي انا اللي عم ضيع من وقتي وجهدي بالحكي الفاضي معك. لك هلا انا بس بدي افهم شغله وحده، انا وانتي مو اخوات، ليش ما عندك الطباع اللي انتي عندك اياها؟ ليش دخيلك انا؟ لك خير شبكم، شوفي شو شبكم، شوفي مالك سمعانه اختك شو عم تحكي عني؟ لك ليش بتسترجي تحكي عنك الا كل شيء حلو؟ لك ان شاء الله بتوبري قلبي. شو فهيمه انتي الوحيده الفهيمه بهالبيت، يا على عيونك على هالكنزه شو حلوه، منين جايبتيها وليه؟ استعرتها من عند غاده. غاده؟ انو غاده؟ غاده الصبان. غاده الصبان، غاده الصبان. ايه ايه يا على عيونه شو بتلبس لبس حلو، وين الموبايل؟ يلا باي انا رايحه. الله معك باي. الو اهلي ماميتو. لا بعد شي نص ساعه طالعه لعند بنت عمي شهد. لا ما في شي، رواق على الاخير نحن. لا سلامتك، الله معك ماما، عم تطمن تبي يساوي لنا جاتو. لك مايا وينك؟ لك ايه مو على اساس تجي من نص ساعة؟ يا الله منك صار لي ساعة ونص ناطرتك. لا لا ما عندي شغل بقى. لك تضرب انتي على الباب، يلا هفتح لك. باي. ثقيلة ها ثقيلة كثير. فتحت عليك الخط. الله خسرتني مكالمة. تأخرتي. فوتي. شو مستنيتيني بالشارع قاعدة بالبيت؟ لك ايه بس الانتظار ثقيل. شو قالوا لك عني بيك بني بمواعيدي؟ ايه شو غليظة ايه. شهد؟ شو بيه؟ شو هالحلقة؟ بياخد ضبانات العقل. عزت حلو عزبك؟ شو عجبني؟ بيفلش. لك جايب قدرك وهيئتك. قصدي كثير حلو يعني. يي ان شاء الله بتقبشيلي بنت العمه، مقدم حبيبتي مقدم. لا شو مقدم، اعوذ بالله، ان شاء الله بتتهني فيه، ان شاء الله ريته ما يبلى ما يتخ وما يعدم. ذهب ولا تقليد؟ لا شو تقليد ما تقليد حبيبتي، هذا ذهب عيار 18. ايوه
18 بس اكيد شاريتي من جديد حبيبتي، لانه مستحيل ما كنت شايفته. يعني لازم كنت طاصه هيك شيء حلو كثير عندك. ما حبيبتي امبارح نزلت انا وبابا على السوق وفتلنا محل محل لحتى لقيته وحبيته واشتريته. الله يخلي لك البابا ان شاء الله، بتتهني فيه حبيبتي. حاجة محل فيني رح يطق من عينك. خدي حبيبتي خدي جربي. جربه؟ لك ايه تعي جربي. ايه تفضلي. فعلا مهلك عليه شوي شوي. ايه يوم يطق بايدك. ما بيطق. الله شو حلو. احزري مثل مين طالعة؟ طالعة مثل ساعات حستي في فيلم يا ود يا تقيل. يا ود ليش كانت تحط حلق طارة؟ شو بعرفني. طيب جدي اقول لك انت شهودة، يعني بما انه انت دمك خفيف كثير وظريفة، تقريني اياه اليوم؟ شو؟ ساعة زمن. لك ايش بك يا عم؟ لك استعارة ساعة زمن. اليوم حفلة عيد ميلاد رفيقتي سوسو، بتعرفيها هي وقت حفلاتها بتقلب الخزانة على حالها، ما بتخلي شيء، ما بتتبندش فيه حلقات واكسسوارات وقصص وسيارات، بقيت بقى فيه بس مو اكثر ولا اقل. لك معي يا جد بقى انت حوبي حبيبتي، انا ما قصدي شيء، بالعكس انا عم اقول لك خذي هذا الحلقة مقدمة هدية مني الك. لا والله ما بقبل نهائيا. ليش انا قد الهدايا تبعي؟ انا عم اقول لك استعارة مكنية ساعتين زمان وبرجع لك اياها وبس. طولي بالك وحاجة تطولي وتقصري حبيبتي، هدية مني الك حلال زلال. لك انا قد الهدايا تبعك، انا قد حلق ذهب رد لك اياه هدية. لك مين طلب منك ترد الهدية؟ خدي حبيبتي خدي. اسمعي مني وخليه استعارة وبلا هذا الكرم الحاتمي. لك حاجة بخدي حطي. حبيبتي انت ما يا بنت عمي، عرق عيني انت توبشيني. تعال حطي حبيبتي جربي لي شوفوا عليكي. هي ان شاء الله ما بتبلي وما بتخي. الهي اللي بقلي ما كثير حلو بجنن بياخذ العقل. يا عليه الزبه تاع حبيبتي تاع. اي مايا سامعتك. شلون بدك تنامي ببيت عمك؟ طيب مو مشكله، انا بقلها لماما. معك بيجاما؟ بدك تستعيري من عند شهد. طيب ماشي الحال. ماشي حبيبتي، الله معك، باي. شايفة جامعة حلوة هي؟ إن شاء الله ركض ما تبدي. قديش جايتي؟ مايا وين فردت الحلقة الثانية؟ لا تقوليها، معقول تكون ضاعت؟ لا كثير بدي انقهر، كثير بدي انقهر. بتعرفي شو؟ هي عين سوسن، عيونها زرق واسنانها فرق، بتصيب بالعين مباشرة. مشان هيك ضاعت فردات الحلق، يلا منيح انفدت فيها. ليش عم تضحكي؟ حبيبتي، عرفتي ليش قلت لك خذي الحلق هدية؟ ليش بقى؟ لأنك حبيبتي من وقت ما شفتي لها الحلق وجربتيه بأذنيكي قمطني قلبي. وليش لحتى يقمطك قلبك؟ هيك قلت يا بنت ترحمي على هالحلقة مع بنت عمك الطرطوعة. قال عيرو قال ما حبيت منك بنوب 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 يا شهد. أنا طرطوعة أنا؟ الله يسامحك. لك إيه حبيبتي إيه عادي طرطوعة، هي صفتك بين رفقاتك وأنت بتعرفي هالشي. بقى عيب إلك لا تستعيري والحلق رايح. بقى عطيتك يا هدية لأنه الخسارة موجودة وخلي المنية هدية. فهمتي بقى؟ دخيلك شو مفلسفة. بكل الأحوال تفضلي خلي عندك للذكرى. ما بدك تعشي شهد؟ أنا ميتة من جوعي. صحيح حطوا أشكال وألوان بالعيد ميلاد بس أنا ما باكل، تعرفيني بستحي يعني، بخجل من هيك قصص. جاي على بالي سوبر بريم كرانشي. يا لطيف، هذا المطعم قريب من بيتكم ما؟ قريب أكله نضيف أكله، أكيد نضيف أكله. يو شبكي، بس الأطيب من العشاء الأرجيلة بعده. بدقي تليفون الأرجيلة تجي لعندك على البيت ومن قال الفحم بياخذ العقل عن جد. معي الرقم دقيقة. ضيعته كالعادة. يخرب بيتك على هاللابتوب شو حلو. تقبريني يا شهد، أكيد أنا بنت عمك حبيبة قلبك. هتعيريني يا بكرة أو جيب لك يا بعد بكرة، شو رأيك؟ لك شو بكي؟ يف الله
الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خير الأئمة من كان خطابه جليا ولا يحمل غموضا ولا إبهاما، وجدير أن يكون برهانه قويا. إذن فلأكن ذاك الإمام. واقعنا العربي أصبح على الفهم عصية إذا ما نظرنا إليه نظرة البانوراما، والمستمع مهما كان حدسه قويا يملأه حالنا حيرة واستفهاما. واقع لا أملك إلا وصفه وصفا زريا مهما اصطفيت الألفاظ وانتخبت الكلام. ففيه من التقصير ما كان مأساويا، ومن الأخطاء ما يعد ذنوبا جساما. لن أكون في انتقادي خجولا حييا، وليس لمثلي أن يحيد عن الحق أو يتعامى. منتهى أملي أن يعيش العرب جوا نقيا، وقد نبذوا التجافي والخلف والخصام، وأن يكون قرارهم جميعا ورأيهم سويا وقلبهم صفيا وثخرهم لبعضهم بسامة، وأن يتبعوا أخلاق دينهم اتباعا فعليا، فلا يهملوها ولا يعتموا عليها اعتاما. جعل الله الإسلام دينا منهجيا، ولا يسمى مسلما من اكتفى بالصلاة وصاما. إنما الإسلام قد خط لنا سلوكا حياتيا يسوده الإخاء والعدل تناغما وانسجاما. وقد جعل الله تعالى ديننا وسطيا، فلا تطرف فيه للسوء ولا إرهاب، وعد ذلك حراما. فماذا نقول للأمريكان وقد أصبح صيتهم زريا منذ غزوهم أفغانستان وقبلها فيتناما؟ بل منذ أن قصفوا اليابان بالذرة عشوائية ومسحوا عن الأرض هيروشيما وهموا بيوكوهاما. وإن شئنا أن نسمع عن تاريخهم خبرا حقيقيا، فمن قتل وأباد الهندي الأحمر المقدامة؟ ماذا نقول وقد احتلوا العراق عسكريا ودمروا مدنه وأعدموا صداما وذبحوا أولاده قصيا وعديا ومثلوا بهما حقدا وغلا وانتقاما؟ أنا لا أتكلم هنا كلاما سياسيا، ولا أبارك حكما، ولا أحمي نظاما، ولا ندعي للعراق ولا أن صدامية، ولا أغرمنا به مرة ولا همنا هياما، ولكن أن يصبح النظام العالمي جاهليا فإن في ذلك تخلفا وجنونا وانفصاما. ويعتبرون سلوكهم عدلا إلهيا وهم أقسى قلوبا من التتار القدامى. والعدل عندهم مصدر من بلادهم حصرية، وكل من سواهم عدوهم ظلاما، وكل من يخالفهم جنا كان أو إنسيا يحكمون قبضتهم عليه بضراوة إحكاما، ويلصقون به افتراء عملا إرهابيا، ويلبسونه في غوانتنامو البيجامة. وكل ما تعتبره الشعوب شأنا داخليا يقحمون أنوفهم الطويلة فيه إقحاما. يريدون إلحاق الكرة الأرضية بالبيت الأبيض جغرافيا، وأن يجعلوا الشعوب خدما لمصالحهم وخداما. فهل بعد هذا نرى فيهم خلا وفيا؟ وماذا أفادنا بوش حتى نحتفي بأوباما؟ نحن نكره الحروب، ومن شنها باطلا كان غبيا وعاجزا عن نيل مراده تفاوضا وحوارا وكلاما. حين يصبح لسان المرء في فمه عييا يدق طبل الحرب ويرفع لها الأعلام، فهل بالطائرات والسلاح وقد صار كيميائيا نصدق أن من يشنها
يبغي سلاما؟ الحرب في عرفنا كريهة، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. الحرب في عرفنا كريهة وليست خيارا استراتيجيا، تخلف الدمار والخراب والأيتام، فمن رام سلما جنحنا له سلمية، ومن غزانا صددناه، وكل إلى ما رام. نحن ما غدرنا، نحن ما غدرنا، ولا أرسلنا للغزو جندية، ولا زرعنا الأرض متفجرات وألغاما، ولا حاصرنا شعبا حصارا محكما همجيا، ولا حرمناه زادا، ولا منعنا عنه طعاما، ولسنا بمعتدين، وما تصرفنا تصرفا وحشيا، وما ازدرينا عرقا، ولا نحقر الأقوام. نحن من آزر وساعد أخاه العربية، نحن من مسح دموع المشردين والأيام، نحن من فتح حدود بلاده سوريا أمام المروعين والمهجرين ليسكنوا الشام. ولسنا وحدنا من دعم إخوتنا إنسانية، فكثير غيرنا في العون قد أسهموا إسهاما. يريدون أن يجعلوا العالم ديمقراطية، ومن أجل ذلك يمطرونه القذائف النابالما. ومنذ أن شجبوا الإرهاب دوليا زادت نيرانه بفعلهم سعيرا وضراما، يدكون الأبرياء أو يسوون بالأرض ما كان مبنيا، ويدعون لحقوق الإنسان ويطيرون الحمامة. إنه الباغي يقلد النازية والفاشية، ويحرم الحلال فينا وفينا يحلل الحرام. فإن كانوا قد اعتبروا بوشهم عبقرية، فإننا اعتبرناه أشرس الحكام إجراما. يا سادتي، يريدون جعل المنطقة شرقا أوسطية، وأعدوا لذلك المعول الهدام. يريدون تقسيمنا طائفيا ومذهبيا، لا تقول خرافات، فالخطر حولنا قد حام. يريدون توزيعنا في دويلات صغيرة نسبية، كما الراعي يوزع الخراف والأغنام. يريدون للسني أن يمقت الشيعية، ويرشقون على الصدر المستجيب وسامة. يريدون للعربي أن يمقت الكردية، وأن تزيد الهوة بيننا خصفاً وانهداما. لن يستريحوا قبل أن ينفذوا هذا المخطط الشيطاني، وقبل أن تصبح بلادنا ركاماً وحطاماً. فإن لم يحققوا مرادهم آنية، فإنهم يسيرون إليه عاماً فعاماً، يخططون للبعيد مخططاً عدوانياً. ونحن لا نعرف التخطيط، ونكره الأرقام. إعلامهم مغرض صحافة وفنا الدرامية، وينتجون للتعريض بديننا الأفلام، ويرسمون نبينا العظيم كاريكاتورية، وهم لو علموا صفاته لأعدموا الرسامة. يمنعنا ديننا من الرد بالمثل أخلاقية، فالمسيح عندنا عليه سلام، ولا نقرب حبرا ولا حاخاما، لا نقرب الديانات شكليا ولا جوهريا، فذلك يسبب الأحقاد ويورث الآلام. نحن دعاة السلام سياسيا ودينيا، وبالحفاظ على عقائدنا نحقق السلام. لننهض يا سادتي، لننهض يا سادتي، فالأفق سوف يكون وردية إذا حثثنا إليه الخطى واختصرنا الكلام. أملي يا سادتي أن أرى مجتمعنا العربي الصناعي يبتكر التصاميم ويصنع الآلات الضخامة، لا أن يصنع المواد التحويلية كمن يجمع من قبور الغرب العظام. إلى ما نكون مجتمعاً استهلاكياً يأكل من فتات غيره ويستطيب المدامة.
لننهض يا سادتي ولنقلع شوكنا من جسمنا يدويا، فحرام أن تذهب أحلامنا سدى وأوهاما. لننهض، لا تخافوا أن تفقدوا الكرسي، فقد أشبعتموه قعودا وقياما، سيطوى الكرسي من تحتكم طيا إذا ظننتم لئام الغازين كراما. لننهض متحالفين ولنعي واجبنا القومية، فما أكسب الكرسي مالكه مهابة ولا حباه احتراما. لننهض، لا تقيموا على قبور أجدادنا نصبا تذكارية، ولا ترشقوهم وردا ولا تسقلوا رخاما. راحة الأجداد ألا يكون جميل فعالهم منسية، وأن يستمر جيلا فجيلا قدوة واحتكاما. لا تلوكوا سير الأجداد لوكا ميكانيكية، ولتجعلوا التاريخ علما ينفع الأقوام. لننهض، ماتت البقرة فلا تحلب تمثالها الحجرية، فليس في ميت نبض ولا محنط من ضجعة قام. يا سادتي، أرجو أن أكون قد أسمعت حيا. لا أريد لعمالقنا أن يصبحوا أقزاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. أقم الصلاة. اعتدلوا، استقيموا، رصوا صفوفكم، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. الله